ينضم إلينا من العيساوية مراسل غد أحمد البوديري. أحمد، هل لك أن تنقل لنا الصورة الآن؟ أين وصلت التطورات؟ يعني بلا شك الأجواء هنا في بلدة العيساوية ما زالت على ما هي. جنود الاحتلال ينتشرون في كل أزقة وأحياء بلدة العيساوية منذ أن انتهت الجنازة الكبيرة التي كانت لشهيد العيساوية محمد عبيد. الآلاف من الفلسطينيين شاركوا في هذه الجنازة، الآلاف من الفلسطينيين بعد ذلك تم قمعهم من قبل جنود جيش الاحتلال الذين هجموا واجتاحوا بلدة العيساوية من كل جهة منها، سواء من الجهة الشرقية أو الجهة الغربية. تم أيضا الاعتداء على خيمة العزاء التي كانت موجودة، وأيضا الاعتداء على الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يشاركون في تشييع جثمان شهيد بلدة العيساوية. هنا أيضا جنود جيش الاحتلال قد حاولوا أيضا منع وصول أولئك الذين يريدون المشاركة في التشييع أو حتى لأداء واجب العزاء، منعهم حتى من الوصول إلى خيمة العزاء. في الجهة الشرقية هنالك حواجز عسكرية، في الجهة الغربية هنالك حواجز عسكرية، في سماء العيساوية هنالك طائرة مسيرة وهي طائرة الدرون التي تقوم بتصوير كل ما يجري في بلدة العيساوية. ما الهدف؟ لماذا يمنعون هؤلاء؟ اليوم الخامس على التوالي وما تزال الاشتباكات موجودة. أحمد، لماذا يمنعون هؤلاء من أداء واجب العزاء؟ ولماذا منعوا الناس من أداء هذه الجنازة والمشي في هذه الجنازة؟ ما هي الهدف؟ لماذا هم الآن يمنعون ويقطعون كل الطرق المؤدية إلى بيت الشهيد؟ هذه رسالة سياسية وأمنية بامتياز. الجانب الإسرائيلي بعد أن قمع الجنازة والتي عموما أتمت على نهايتها وتم دفن الشهيد، قمعوا المتظاهرين أو الذين شاركوا في هذه الجنازة، وبعد ذلك وقف 10 من الجنود الذين رأيناهم على قبر الشهيد وبالقرب من قبر الشهيد محمد عبيد، وبعد ذلك جاءوا لخيمة العزاء، وبعد ذلك إلى بيت الشهيد. هذه رسالة سياسية، يقول الجانب الإسرائيلي نحن هنا لسنا في الضواحي ولسنا في الأحياء، بل نحن سوف نكون هنا في وسط حي العيساوية. أما الرسالة الأمنية التي يريد إيصالها هو اعتقال أكبر قدر ممكن من الشبان الفلسطينيين الذين يقومون برمي الحجارة أو قنابل المولوتوف، وذلك لإيصال رسالة أمنية بأنهم يتحكمون بأمن وسلامة أهالي العيساوية، ولكن أيضا يسيطرون عليها سياسيا. سوف نتابع معك المستجدات في العيساوية. شكرا جزيلا لك أحمد البوديري مراسل غد، كنت معنا من بلدة العيساوية.